مشاهدينا، خلال الإجازة الصيفية توجه الناس للعديد من المرافق المختلفة لقضاء إجازة صيفية ممتعة، وبالطبع يزداد الإقبال على الفنادق والمنتجعات السياحية، لكن الكثير قد يجهل بعض الإرشادات الوقائية واللي تهدف إلى تحسين مستوى السلامة خلال زيارتنا لهذه الفنادق. نتعرف أكثر مشاهدينا عن هذا الموضوع. معنا في الاستديو المهندس خالد سالم العلي، مسؤول نظام الشارقة للسلامة والصحة المهنية. صباح النور مهندس. صباح النور، جزاكم الله خير، مشكورين على استضافتكم في برنامجكم المتميز. شكرا لك. في البداية مهندس، نتعرف مع المشاهدين حول دور هيئة الوقاية والسلامة في الشارقة على إضافة المعلومات وكذلك الالتزام بصحة وسلامة زائري الفنادق والمنتجعات والمنشآت السياحية. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عامة مثل ما تعرفون قطاع الفنادق والمنشآت السياحية قطاع مهم جدا في الإمارة، كونه هو الواجهة الأساسية أمام الضيوف والزوار، فلا بد من التأكد من جميع العناصر، ومن هذه العناصر المهمة اللي هو عنصر الوقاية والسلامة. عامة الضيوف أو الزوار اللي يجون للفنادق أو المنتجعات أو المنشآت السياحية يكونون على غير دراية بإجراءات الوقاية والسلامة، فلا بد من أن نحن نوعيهم في هذا الموضوع. طبعا كجهة اختصاص حابين أن نشيد بدور هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، كونهم جهة اختصاص في هذا الموضوع، أولا في موضوع صناعة السياحة، واحد، اثنين في موضوع أنهم مهتمين بإجراءات الوقاية والسلامة، فبالتالي هم وضعوا إجراءات للوقاية والسلامة لجميع المنشآت الفندقية والسياحية. أيضا في عام 2020 هم أصدروا شهادة اللي هي ميثاق السلامة. صراحة نحن نشيد بهذه المبادرة، كونهم هم يحاولون يرتقون بمستوى الوقاية والسلامة في جميع المنشآت الفندقية. بالتالي نحن دورنا كهيئة الوقاية والسلامة، نحن اجتمعنا معهم في هذا الموضوع واطلعنا على هذه المعايير، واتضحت أن هذه المعايير على مستوى عالمي من إجراءات الوقاية والسلامة اللي تتبع في الفنادق بشكل عام. هذا من جانب واحد. الجانب الثاني طبعا تعزيزا لدور هيئة الإنماء التجاري والسياحي في إمارة الشارقة، نحن في هيئة الوقاية والسلامة قمنا بتطوير نظام الشارقة للسلامة والصحة المهنية. هذا نظام متكامل يحتوي على إجراءات ومعايير وأدلة ممارسة مهنية وإرشادية تشمل جميع الأنشطة في إمارة الشارقة، سواء كانت في قطاع الفنادق والسياحة أو في القطاعات الأخرى من قطاعات الإنشاء والصناعة وغيرها. فبالتالي هذا النظام راح يعزز من دور هيئة الإنماء التجاري والسياحي في مراقبة امتثال هذه الفنادق السياحية. هذا من شق ثاني. الشق الثالث واللي هو الأخير، هيئة الوقاية والسلامة تحرص على توعية الجمهور بشكل عام، سواء كانوا ضيوف، زوار، ساكنين في إمارة الشارقة، ولا حتى أيضا رواد الفنادق أو موظفين الفنادق في موضوع الوقاية والسلامة. فبالتالي نحن نحاول نشمل جميع الأطراف، سواء كانت من حملات تفتيشية أو من منشورات تضع في المواقع الإلكترونية، في تطبيقات التواصل الاجتماعي، نحاول نشمل جميع الأطراف أن الجمهور يكون واعي في هذا الموضوع اللي هو الوقاية والسلامة في الفنادق والمنشآت السياحية. مهندس، طبعا الفنادق والمنشآت والمنتجعات فيها مرافق متعددة ومختلفة، يمكن من أهم المرافق هي المسابح اللي تجذب أفراد الأسرة تحديدا الأطفال، وهناك مسابح داخلية وخارجية. ما هي الإجراءات المتبعة لزائر هذه الفنادق حتى يضمن صحته وسلامته؟ نعم، طبعا في الفترة الأخيرة احنا استشرفنا هذا الموضوع من قبل، وقلنا أنه مثلا في فترة الصيف راح يكون في زيارة للفنادق، راح يكون في إقبال أكثر على المسابح سواء كانت في الفنادق أو في أي من المنتجعات الأخرى. قمنا بحملة تفتيشية على هذه المسابح، فبغينا نطلع على الوضع الحالي لإجراءات الوقاية اللي يتبعونها في المسابح سواء كانت في الفنادق أو أي منتجع سياحي آخر. فاتضح لنا أنهم عندهم إجراءات وقاية وسلامة أساسية موجودة، ولكن نحن نحب ننوه على بعض الأمور المهمة اللي ممكن البعض يتغافل عنها. أولاً عندنا موضوع المشرف اللي المفروض يكون متواجد طوال ساعات عمل المسابح هذه. فأنا المشرف أولاً لازم يكون متواجد، هذا واحد. اثنين، لازم يكون عندي المشرف مؤهل
لعمليات الإسعافات الأولية واحد ولعمليات الإنقاذ. أنا عندي باكر المشرف موجود ولكن غير قادر على إنقاذ الطفل لا سمح الله إذا طاح في المسبح ولا غيره، فيقوم يتصل مثلا في قسم الطوارئ أو يقوم يتصل في جهات أخرى، هذا الشيء راح يؤدي بحياة الطفل هذا أو بحياة الشخص هذا الغارق إلى الهلاك. هذا واحد. اثنين، من المعدات اللي موجودة عادة في المسابح اللي هي الحواجز أو الأجهزة المستخدمة لتنقيه المياه أو لتبريد الأحواض بشكل عام، هاي الأجهزة لازم يكون عليها صيانة دورية. أنا ما عندي فايدة إذا عندي الحاجز هذا، ما من فايدة إذا أنا ما تمت صيانته، باكر واحد يستند عليه يطيح. فبالتالي أنا لازم يكون عندي إجراءات دورية لصيانة هذه المعدات، أساس أن باكر عندي أنا هالمعدات ما تؤدي بهلاك بعض الناس بسبب أخطاء يعني كان بإمكانهم أنهم يتجنبونها. نتحدث كذلك عن يمكن معظم الفنادق لديها قاعات أو غرف اجتماعات وأيضا نادي صحي. بالنسبة لزوار مثل هذه القاعات، يعني أحيانا الفنادق أيضا تقام بعض المناسبات المختلفة للاجتماعات من جهات، ونادي صحي يستخدمها الزوار أو حتى أشخاص من الخارج، ما هي الإجراءات في هذه المرافق تحديدا؟ طبعا أولا لازم الفنادق تكون واضحة مع الزوار والضيوف بشأن إجراءات الوقاية والسلامة في جميع الخدمات اللي يقدمونها. فأي خدمة أنا عندي لازم أقدم تعليمات كيفية استخدام الخدمة هذه، هذا واحد. اثنين، كيفية إجراءات الوقاية. ثلاثة، إجراءات الطوارئ في حال أنا هذه الخدمة حصل عندي شيء. فناخذ على سبيل المثال القاعات، فنحن القاعات عادة يستأجرونها عدد كبير من الضيوف أو الزوار أو غيرها من الأشخاص. فإذا أنا عندي عدد كبير فبالتالي لازم أتأكد من وجود طاقم مشرف مدرب، هذا واحد. اثنين، لازم يكون عندي مخارج طوارئ وهذا شيء معروف، بس مش الكل يعرف سالفة ان انا مخرج الطوارئ عندي لازم يكون مفتوح دائما. مخرج الطوارئ لازم ما يعيق شيء، هذا واحد. اثنين، لازم مخرج الطوارئ اللي المشرف لازم يعرف المخارج وين وكمية الناس اللي موجودة في القاعة، عدد الناس اللي موجود في القاعة، لازم يعرف كيف انه هو يديرهم بطريقة سلسة أساس أن لا يصابون بالذعر وقت الحادثة لا سمح الله. عندي حالة إخلاء، الجميع مش في حالته الطبيعية، فأنا لازم يكون عندي طاقم مدرب على هذه الأمور يقود جماعة الناس هاي إلى مخارج الطوارئ بشكل آمن وسلس، وأيضا يعلمونهم بنقاط التجمع. فهاي بعض الإجراءات اللي المفروض يتبعونها في حالة القاعات مثلا. طبعا في حالة النادي الصحي مثلا خلنا نقول إجراءات الوقاية، مثلا اللبس اللي المفروض يلبسونه في القاعات الرياضية، تعرفين هناك شيء مثل الأوزان وهاي الأمور لا سمح الله تقع على أحد ولا غيره، فلازم تكون في إجراءات واضحة بجميع اللغات. خلنا نقول الفنادق عادة مرتدين الفنادق تكون بجميع الجنسيات، فلازم تكون عندي جميع اللغات وأيضا أتبنى جميع الثقافات، في ناس بثقافات مختلفة وهذا الشيء نواجهه نحن بشكل يومي. اللغة ما فيها مشكلة كثر الثقافة، الثقافة الناس يجون بثقافات ثانية يقول لك أنا لا أنا بلبس مثلا عزكم الله النعال وبدخل النادي الصحي، لا في إجراءات وقائية لازم نتبعها ونحترمها ونحاول نكون واضحين ويا الجمهور في هذا الموضوع. هذا كذلك يطبق أيضا على المسابح اللي تفرض يمكن ملابس معينة، غطاء للرأس أحيانا أو نظارات لسلامة الأشخاص الموجودين. حتى في الصالة الرياضية هناك تعليمات واضحة بشأن الملابس والأحذية الرياضية اللي لازم تكون ملائمة للتمرين. نتحدث الآن عن الغرف. الغرفة فيها العديد من الأمور المختلفة، أحيانا هناك شرفة في الغرفة، أحيانا يضعون بعض الأدوات المختلفة. كيف نتعامل أو ما هي الإجراءات الوقائية في الغرفة الفندقية تحديدا؟ صحيح. طبعا في الغرف الفندقية أول شيء لازم تكون عندي خطة الطوارئ تكون واضحة قبل لا ندخل الغرفة، تكون شيء خطة الطوارئ واضحة في الممر وأيضا داخل الغرفة، وتكون خطة الطوارئ هاي سهلة للاستيعاب. أنا كضيف بي بشوف خطة الطوارئ برموز معينة بكلمات معينة أنا يمكن ما أفهمها، فلازم الضيوف القادمين للفندق المشرفين والقائمين المسؤولين في الفندق يحاولون أن يرشدون الضيوف هايلة إلى التعاليم اللي موجودة في خطة الطوارئ، هذا واحد. اثنين، مثل ما تفضلتي في موضوع الشرف لازم هذا الموضوع يكون في التخطيط في البداية. عندي أنا يوم بسوي الفندق وغيره يكون عندي تخطيط للغرف الفندقية بحيث أن تمنع سقوط الأطفال لا سمح الله. الشرف هذه لازم تكون على ارتفاع معين تمنع سقوط الأطفال، الأطفال ما يكون عندهم دراية أن هذا الموضوع خطر بالنسبة لهم،
فلازم تكون على ارتفاع معين يمنع سقوط الأطفال. بالإضافة إلى كواشف الدخان، بعض كواشف الدخان يعني نكون صريحين شوية في الموضوع، في بعض الضيوف أو بعض المغتادين بحكم ثقافاتهم الخاصة يحجبون كاشف الدخان لعدة أمور، فبالتالي نحن لازم نوعي الجمهور أول شيء في هذا الموضوع. ثاني شيء المسؤولين في الفنادق لازم يتأكدون من فعالية هذه الكواشف. لا سمح الله استوى عندي حريق، يمكن الناس ما على غير دراية بهذا الموضوع، وهذا الموضوع حصل أكثر عن مرة وكان بسبب تغافل بعض المسؤولين، فنحن لازم نحرص على هذا الموضوع بشكل دوري أسبوعي شهري، نحاول أن نوعي الجمهور ونوعي المسؤولين في نفس الوقت، يعني ما نتجاهل المسؤولين على صوب وفقط نركز على الجمهور أو الزوار. طبعا بالإضافة إلى إجراءات الطوارئ لازم تكون واضحة حق الضيوف. أنا يوم بظهر من غرفتي مثلا من الفندق لازم أعرف وين بتجه، لازم يكون في مسؤول، لازم تكون شيء علايم تقول لي أن مثلا اتجه بهذا الاتجاه. في بعض يعني أنا ما بس عندي خطة طوارئ، لازم تكون عندي علايم بإضاءات معينة أساس أن تكون واضحة حق الجمهور أن اتجه بهذا الطريق. يعني هاي الأمور خلنا نقول الأساسية اللي نحاول نحن نبنيها مش فقط في المنشآت الفندقية، في جميع المنشآت في إمارة الشارجة، وهذا اللي إن شاء الله راح نحققه ونأمل أن الجهات الحكومية والمحلية كلها تتعاون معنا في هذا الموضوع في نظام الشارجة للسلامة والصحة المهنية. هذا النظام اللي راح إن شاء الله يدشن في الأشهر القادمة اللي راح تسجل فيها الجهات إن شاء الله، نأمل أن الجهات كلها تسجل فيه وراح يكون عندهم نظام متكامل للسلامة والصحة المهنية بدون تكلفة. معظم الشركات الخاصة العالمية يصرفون الملايين والملايين فقط بس أساس أن يسوون نظام للسلامة والصحة المهنية خاص في شركتهم. نحن في هيئة الوقاية والسلامة نعمل هذا النظام بدون تكلفة، جهات الحكومية والخاصة والشبه حكومية وأيضا للجهات المسجلة في المناطق الحرة أنها تسجل في النظام، يكون عندهم نظام متكامل تبليغ، نظام للاطلاع على إحصائيات لا سمح الله الحوادث، إحصائيات الإجراءات، امتثال الجهات، يعني منظومة متكاملة إلكترونية متوفرة لجميع الجهات في إمارة الشارقة. مهم جدا ورائع جدا أن مثل هذه الحملات تقام بالنسبة للأشخاص، ونحن دائما نسعد تحديدا في برنامجنا أن في كل مرة شخص أو مهندس أو مسؤول ومختص في مجال معين يأتي ويتحدث عن يمكن تفاصيل معينة في كل جانب. تحدثنا يمكن في حلقات سابقة عن المكاتب، عن المصانع، عن أمور متعلقة بالسلامة العامة بالنسبة للأفراد في أماكن مختلفة من العمل، فنحن نسعد أن يكون ما بيننا مثل هذا التعاون، أن نخبر الأشخاص وكذلك المؤسسات الأخرى عن هذه الأدوار المهمة. نستكمل حوارنا عن الفنادق تحديدا ونتكلم عن الإسعافات الأولية، أماكن تواجدها، كيف تتعامل الفنادق أو كيف يتعاملون الأشخاص في حين وجود مثلا حادث بسيط أو إغماء وغيرها من الأمور اللي ممكن تحدث بشكل دوري. طبعا بداية نتكلم أول شيء عن المعدات. معدات الوقاية الشخصية لازم أول شيء المعدة هاي تكون متوفرة في كل طابق، هذا واضح كمتطلب أساسي. المعدات هاي لازم تكون بلون مختلف أساس أن أنا أقدر كمسعف أو كزائر أو كغيره أحدد مكان اللي هو المعدات الوقاية الشخصية هاي اللي تكون عادة ملصقة على الجدار. فهاي المعدات كيفية استخدامها لازم يكون واحد مؤهل ومدرب ومرخص. صح. ففي شهايد الحين تعطى في موضوع الإسعافات الأولية سواء كانت لاستخدام معدات أو لإجراءات عادية. فلازم يكون عندي واحد مدرب أول شيء، لازم الفندق نفسه أو المنشآت السياحية توفر شخص مدرب في الإسعافات الأولية، وهذا شيء مهم جدا لأن مثل ما تعرفين الإسعافات الأولية تنقذ حياة الشخص ولو بثواني. فتوفر طاقم مدرب ومرخص ويتم تدريبهم ويتم إعطاهم دورات بشكل سنوي بشكل شهري، المهم أنه يكون جاهز في أي حالة ممكن تحدث في أي وقت. هذا واحد. اثنين، الضيوف والزوار اللي غير مرخص أو غير متدرب على الإسعافات الأولية نحن نحاول أن نوصل له رسالة أنك أنت تبلغ قبل لا تعمل إجراء خطأ. لا سمح الله أنت عملت إجراء واحد خطأ أديت بنفسه إلى التهلكة أو دهورت حالته الصحية بشكل كبير، فتبلغ المسؤولين، وهذا الشيء طبعا لازم يعطى في بداية دخول الضيوف إلى غرف الفنادق. لازم يعرفون منو الطاقم اللي موجود للإسعافات لو سمح الله حدث أي شيء.
طبعا هاي الحالات ممكن تحدث في اي وقت وبشكل كبير، فلازم يكون عندي طاقم متوفر، طاقم مدرب وطاقم مستعد لاي وقت، فانا مش فتره صباحيه فقط، ايضا فتره مسائيه، فلازم يكون على مدار ساعه متواجد. وايضا المعدات مثل ما تفضلت قبل شوي، اللي هو معدات الوقايه الشخصيه لازم تكون متوفره وبلون اخر، والمعدات هاي ما تكون بصلاحيتها، يعني انا المعدات اللي داخل ما تكون قديمه، تكون مجدده، يتم التفتيش عليها، يتم التفتيش على فعاليتها، لا سمح الله انا استخدمت معده بالغلط والمعده هذه كانت مثلا فيها صدى، ولا المعده هاي كانت بغير فاعليتها، فانا اديت ايضا بتهلكه هذا الشخص. ففي عده عناصر انا لازم اتاكد منها: تدريب، طاقم متوفر، والمعدات بفعاليه عاليه. شهادات الاسعافات الاوليه او الانعاش القلبي السي بي ار متواجده حتى للاشخاص العاديين، صحيح. بامكانهم اقتنائها وتجديد الشهاده او الرخصه كل سنتين تحديدا. صحيح. سؤال حول نفس الموضوع، هل يشترط وجود طبيب في الفندق؟ عامه يشترط وجود طاقم طبي اذا كانت امكانيات الفندق لا تتيح ان انا افتح مثلا عياده في الفندق او اني انا اجيب طبيب. فبالتالي يكون عندي طاقم طبي اسعافي يعطيني وقت شويه حق هذا الشخص المصاب لحين ما تاتي الاسعافات اللي هي سيارات الاسعافات على اساس انه ينقلونه للمستشفى. ففي بعض الفنادق ما عندهم الامكانيات الماديه، خلينا نقول انهم ياتون ب دكتور دائم. طبيب نعم، ياتون بطاقم طبي اسعافي، فيكون هذا الطاقم مدرب على انه يحافظ على صحه او حاله المصاب لحين سيارات الاسعاف انها توصل الفندق وتصطحبه للمستشفى، لاقرب مستشفى. وايضا احب انوه على نقطه هنا، المسؤولين في الفنادق لازم يحطون في بالهم موضوع اقرب منشاه صحيه موجوده، بحيث ان هذا المصاب لازم يعني تكون عنده فتره زمنيه يتعالج فيها. لا سمح الله انا واحد عندي نزيف، فانت عندك من مثلا اقصى على حسب حاله النزيف من ربع ساعه الى نص ساعه، انا لازم انقل هذا المصاب الى المشفى حاليا، فانا لازم احسب المده الزمنيه اللي بتيني فيها سياره الاسعاف وبتشل سياره الاسعاف وبتجيني للمستشفى، فانا عندي وقت معين لازم احسبه ولازم احافظ على هالوقت. حط في بالنا موضوع زحمه السيايير في المرور، التقاطعات وغيرها من هذه الامور، فالمسؤولين لازم يحطون في بالهم موضوع اذا انا مش متوفر عندي طبيب لازم يكون عندي طاقم طبي، ولازم اعرف ان لو بنقل المصاب الى المستشفى ما راح يستغرق مني وقت طويل. مهندس خالد، نتكلم عن يمكن في خلال حديثنا تكلمنا عن الطوارئ مثلا في اماكن معينه، لكن بشكل عام في حالات الطوارئ في الفندق كيف يتعامل الاشخاص؟ ذكرنا يمكن بعض يهلع او يتوتر ما يعرف يسوي، بالنسبه للطوارئ بشكل عام كيف نتعامل احنا كزوار لهذه الفنادق او المنشاه؟ طبعا كزوار عامه نحن ننصح في البدايه ان تتمون على حالتكم، لا تتفاعلون وايد ويا الموقف. طبعا هذا الشيء يمكن ما ينجح دوم، لان تعرفين ثقافات اخرى، ناس من يعني تفكيرهم يكون غير، خصوصا وقت وقوع الحادثه يعتمد على الحادثه اذا كانت حريق، غاز، غيره من هذه الامور. في بعض الاشخاص يهلعون. يعني لو انا مثلا عندي جماعه 200 شخص وياني فرد واحد وكان يعني عالي الصوت ويصارخ وهذا، طبيعي انه في اثنين ثلاثه بعد من غيره بيشاركونا نفس الحاله. فبالتالي يوم تستوي عندي الجماعة بكبرها، فأنا عندي سيطرة المجموعة هذه تعتمد أول شيء على العدد. ثاني شيء يعتمد عندي موضوع الإشراف، أسب شيء الإشراف الطاقم اللي موجود في القاعات عادة أو في اللي يديرون جماعة لازم تكون عندهم المهارات الكافية لإدارة هذه الجماعة، ولازم يكون عندهم تدريب على إدارة الجماعة هذه خصوصا في وقت الطوارئ أو وقت الإخلاء، ويكونون على دراية تامة بمناطق التجمع، ومناطق التجمع هاي لازم ما تكون بعيدة جدا عن مثلا القاعات، لأن أنت كم بتودي مثلا 200 300 شخص بتطوفهم بين ممرات وغيرها، لازم تخصص مخارج بمساحة معينة، مساحة كافية لهذه الجماعات، وبحواجز. أنا عندي واحد يمكن يفلت يسير يسار ولا يسير يمين، لا، لازم يكون عندي حواجز تضع لإدارة هذه الجماعات. فالحواجز هاي بإمكانهم يوفرونها كفندق إذا عندهم الإمكانيات المادية، وحواجز مؤقتة، هي يعني حواجز بلاستيك ولا غيره مؤقتة،
أنها تدير هذه الجماعات إلى نقطة التجمع اللي موجودة في الفندق. وهذا يخليني أتساءل حول تدريب العاملين الموجودين في الفندق على التعامل مع الطوارئ، على التعامل في أماكنهم المحددة، تجديد الرخص الخاصة بهم لو تحدثنا عن الإنقاذ في المسابح، التدريب الرياضي في صالات الرياضية وغيرها من المرافق المختلفة الموجودة في الفندق، تدريب العاملين وأهميته. طبعا أكيد تدريب العاملين هذا شيء مهم جدا، لأن أنا عندي العامل إذا حطيته وظفته وقلت له أنت مسؤول حاليا مثلا عن عملية إخلاء ألف، طيب أنا عندي الحين عملية إخلاء، إذا أنا المشرف هذا غير مدرب هذا ما منه فايدة. فبالتالي إذا أنا المشرف غير مدرب غير مؤهل الجماعة هاي هلكت خلاص انتهى. فمثل ما تشوفين تدريب العامل هذا مهم جدا، لأن في أشياء ممكن تحدث مثلا جديدة على العامل هذا، هو متدرب مثلا من سنة 2000، الحين احنا وصلنا 2020، في إجراءات جديدة، في موارد جديدة، في أشياء ممكن الجماعات هاي يستخدمونها أثناء الإخلاء، العامل هذا على غير دراية من هذه الأمور. فأنا أنوه على التدريب، ويكون زمن التدريب اللي هو التدريب تدريب العامل من سنة إلى سنة يكون قصير، يعني مثلا من سنة إلى سنة أو من سنتين إلى سنتين أقصاها. فتدريب العامل لازم يكون بشكل متجدد، وأيضا يعملون اللي هو الإخلاء الوهمي. هذا النوع من الإخلاءات يخلي العامل أو يخلي المشرف هذا على دراية تامة أن أي وقت ممكن تحصل عندي عملية إخلاء، وأنا كمسؤول لازم تكون عندي الدراية الكافية أن هاي الجماعة أنا من وين بوديها من وين بجيبها. فيكون الموضوع مؤتمت في عنده، خلاص أنا حافظ، أنا عارف أن هذا لازم يصير هني وهذا لازم يصير هناك خلاص. يعني مش أن حتى موضوع أنا فاهم ليش هذا بيصير هني، أنا خلاص عارف أن هاي الجماعة لازم تصل إلى هذه النقطة، هاي الجماعة راح تصل إلى هذه النقطة، الموضوع راح يكون آمن. ويكون في عملية التواصل ما بين المسؤولين، وهذا شيء مهم جدا. أنا ما يكون عندي مسؤول واحد مسؤول عن جماعة كبيرة، فأنا لازم يكون عندي تواصل بين المسؤولين يطوقون المجموعة هذه، ويكونون يكون عندهم أيضا مواد تدريبية على التواصل، وتدريب أيضا على أجهزة التواصل. في منهم ما يعرفون يستخدمون مثلا اللاسلكي ولا غيره، فيبدأ يصارخ، فمن المسؤول يصارخ الجماعة تهلك. فبالتالي لازم يكون عندي تدريب على استخدام أجهزة تقنية في التواصل، تدريب على إدارة الجماعات بشكل دوري، تدريب على عملية الإخلاء بشكل كامل. مهندس، نتكلم عن الكتيب الخاص بإرشادات الوقاية والسلامة في الفنادق، عن ماذا يتضمن هذا الكتيب، وكذلك كيف بإمكان الفنادق والمنشآت الحصول عليه؟ طبعا هذا المنشور أصدرته هيئة الوقاية والسلامة لتوعية الجمهور ولتوعية المسؤولين في الفنادق حول إجراءات السلامة والوقاية اللي لازم يتبعونها أو اللي ينصح باتباعها للحفاظ على سلامتهم والوقاية من المخاطر اللي ممكن يواجهونها بسبب ارتدائهم لبعض الخدمات هذه، مثل ما تفضلت المرافق الصحية وعفوا النادي الصحي، وأيضا عندك اللي هو القاعات المسابح. المنشور هذا يتضمن إجراءات وقائية للمسابح، إجراءات وقائية للقاعات من خارج طواغي وغيره، وإجراءات وقائية تتبع في الغرف الفندقية من شرفات وغيره. طبعا هي إجراءات عامة، كل منشأة فندقية هي أدرى بإجراءاتها اللي المفروض تتخذها، بس نحن نحط في المنشور إجراءات عامة إذا مثلا هاي المنشأة الفندقية على غير دراية مثلا من إجراءات الوقاية المفروض تتبع، فنحن نعطيهم مثل صورة عامة بإمكانهم هم يتبعونها ويحافظون على ضيوفهم وزوارهم وعلى مستوى الخدمة اللي هم يقدمونها. المنشور هذا طبعا متوفر في موقع هيئة الوقاية والسلامة www.sbsa.gov.ae، متوفر في الموقع باللغتين الإنجليزية والعربية، فبإمكانهم يستخدمونه بدون تكلفة. احنا دائما ما نحاول نوصل للهدف الأسمى اللي هو مجتمع خالي من المخاطر، فنحاول شتى الجهود وشتى الطرق ان نوعي الجمهور في هذا الموضوع ونطور ثقافة الوقاية والسلامة، سواء كانت في قطاع الفنادق والسياحة أو في قطاعات أخرى من الإنشاء والصناعات والزراعة وغيرها من القطاعات هذه.
فعامة هذا اللي نحاول نوصله احنا للجمهور، ان نحاول نطور الثقافة، وهذا مجهود مشترك سواء كان من هيئة الوقاية او من الجهات المحلية في إمارة الشارقة وايضا من الزوار والضيوف. كلنا ان شاء الله راح نحاول ونتساعد في موضوع ان نطور اجراءات الوقاية والسلامة، ونكون على دراية بهذه الامور. شكرا لك المهندس خالد سالم العلي، مسؤول نظام الشارقة للسلامة والصحة المهنية، على وجودك معنا في حلقة اليوم. مشكورين، جزاكم الله خير. حياك الله.